حضرتك طالب في جامعة القاهرة؟ طالب في جامعة القاهرة كلية درع علوم. تمام، ايه رأي حضرتك في المشاكل اللي بتحصل عندكم في جامعة القاهرة وخصوصا في كلية درع علوم؟ يعني الطلبة بتعبر عن رأيها بس بطريقة غلط شوية، انها مثلا بتخرج في المظاهرات، يبدأ السباب والشتائم للشرطة، السباب والشتائم للشرطة مما يفعل الشرطة انها يعني الطلبة بيستفز الشرطة، والشرطة بتتدخل معاهم بتتعامل معاهم بالغاز المسيل للدموع. الطلبه هم اللي بيروحوا للشرطه، الطلبه هم اللي بيسبوا، اذا الطلبه هم اللي بيبداوا الغلط. قول لي حضرتك طالب في جامعه القاهره؟ ان شاء الله. طالب بس انت حضرتك كبير في السن، طالب ازاي يعني؟ يعني محضر ماجستير. طالب ماجستير؟ نعم. تمام، ايه راي حضرتك في اللي بيحصل عندكم هنا في جامعه القاهره؟ والله في بعض الاحيان في كتير جدا تجني من الامن بتاع الجامعه والداخليه على الطلبه، لان في كتير طبعا بيثبت ان الطلبه دولت فعلا ما ارتكبوش اي مشاكل ولا اي، ولكن في تعدي عليهم من الامن يعني. اللي مسؤول عن هذه الاشتباكات رئيس الجامعه، لان مش راضي يدخل الامن الجامعه. مش راضي يدخل الامن؟ مش راضي، رافض انه يدخل الشرطه الجامعه. يعني انت كطالب؟ انا كطالب انا مش عارف ادخل الجامعه ولا احضر محاضرات. كل ما ادخل الاقي قنابل. اهلي منعني انزل الجامعه. يعني حضرتك موافق وانت طالب في جامعه القاهره ان الامن يدخل عندكم الجامعه؟ اصل الامن مش هيدخل يضربني في حاجه، الامن هيدخل يحميني لو حصل ضرب. في قنابل في الجامعه، الامن هيحميني ولا هيضربني؟ هيحميني. طب مين اللي بيضرب بالقنابل دي الاول؟ مظاهرات الاخوان اللي بتطلع تعمل كل يوم. يعني الطلبه الاخوان بيبقوا معاهم قنابل؟ اه. تمام. فانت يعني برضو ايه اللي مزعل حضرتك؟ التفجيرات اللي بتحصل في الجامعه، الناس اللي بتموت. الطلبه اللي بتموت دي ايه ذنبها؟ انا مش عارف انا واحد طالب في الجامعه مش عارف احضر محاضرات. مش عارف ادخل. خايف اجيب اخواتي معايا الجامعه. بيدرسوا في الجامعه، خايف اجيبهم. دول اخواتك البنات؟ اه، انا خايف اجيبهم معايا الجامعه، طب اعمل ايه؟ الحل هي مش ازمه، هو التظاهر حق للجميع. اي حد من حقه يتظاهر، ده معروف يعني، حتى الدستور بتاع 2013 التظاهر حق فيه للجميع. مفيش مشكله خالص لما التظاهر، بس ليه انت بتقابل التظاهر ده بالعمر؟ بس. هل الازمه اولا ان يكون التعبير عن الراي ممكن يكون بوسيله ممكن افضل شويه لو في تجاوزات يعني؟ واكيد الحل الامني اكيد مش هو الحل. يعني اكيد الحل العنيف مش اكيد مش هو الحل. والله الواحد ما بقاش عارف حاجه يعني دلوقتي، مش عارف مين الصح ومين الغلط. والله انا فقدت الامل في الموضوع ده، وبصراحه بطلت اتكلم في السياسه وفي التعليم، محدش مهتم بالموضوع ده.